مشاهدي قناة سهيل في داخل الوطن وخارجه في الساحات والمنازل، أهلا بكم في حلقة جديدة من منبر الثورة. في هذه الحلقة سنناقش استقلالية القضاء بين التشريع والواقع، وضيفي في هذه الحلقة هو القاضي جمال الفهيدي، رئيس اللجنة التنظيمية للمنتدى القضائي. أستاذ جمال، مرحبا بك. مرحبا. أستاذ، لو بدأنا من السؤال، هو ما تقييمكم لواقع القضاء في اليمن أو لاستقلال القضاء في اليمن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد إمام العادلين وآله وصحبه أجمعين، وبعد، بداية أشكر القناة إدارة وطاقما ومقدما على هذه الاستضافة المباركة لمناقشة هموم القضاء وسلطته في هذه البلاد. قبل أن نناقش استقلال السلطة القضائية، ينبغي أن نبين ما هو عمل هذه السلطة، ما هو الدور الذي تقوم به هذه السلطة، وما هو الهم الذي تعانيه. العدل والقضاء والفصل بين الناس والقضاء بين الخصومات هي بداية مهمة الأنبياء والرسل. كلف الله سبحانه وتعالى رسله وأنبياءه لفصل الخصومات بين الخلق، وقبل هذا وكله فالله سبحانه وتعالى هو العدل، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فالله عز وجل قد وصف نفسه بالعدل، وحينئذ فالله عز وجل يوم القيامة سيفصل بين خلقه بالعدل، بالميزان العادل، لا تضل من كتاب الله سبحانه وتعالى مثقال ذرة من خير أو شر. وطالما أن العدل هو مهمة الأنبياء والرسل، كلف بها من بعدهم، من بعد الأنبياء والرسل كلف بها بشر من خلق الله سبحانه وتعالى هم القضاة. فالقاضي مهمته إقامة العدل. نعم. الآن نعود إلى السؤال. نعم. وإقامة شرع الله. تقييمك لاستقلال السلطة القضائية في اليمن. نعم. دعني أبين ما هي مهمة هذه السلطة. فالعدل، فالقضاء يقيم العدل بين الخلق ويفصل الخصومات في الدماء والأعراض والأموال. نعم. وطالما أن العدل بهذه القيمة، فهو أيضا قيمة الحضارات ومهبط الاستثمار ومهبط التقدم للدول. فلا دولة ولا ملك إلا بعدل، ولا عدل إلا باستقلال للقضاء. طالما أن العدل وأن القضاء هو أساس العدل، حينئذ ينبغي أن يكون القضاء مستقلا، وهذا الاستقلال ينبع من الناحية المالية والإدارية والقضائية. أما من حيث تقييمنا لواقع القضاء في اليمن واستقلاله، فأعتقد على أن الدستور اليمني قد نص صراحة في المادة 149 منه على أن القضاء سلطة مستقلة ماليا وإداريا وقضائيا. طالما أن التشريع في أسمى مراتبه هو الدستور، قد نص هذا النص الصريح الذي لا لبس فيه ولا غموض ولا غبار عليه، فهو نص واضح وضوح الشمس في كبد السماء بأن السلطة القضائية مستقلة ماليا وإداريا وقضائيا. طالما أن الدولة والنظام في هذه البلدة قد آمن بأن القضاء لا بد أن يكون سلطة مستقلة، لا بد حينئذ أن يعكس هذا الاستقلال على كافة التشريعات المنبثقة عن الدستور، ولا بد أيضا أن
أن يعكس هذا الاستقلال في مواجهة كافة سلطات الدولة، سواء السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية أو أيضا السلطة المحلية. فلا بد أن يكون القضاء سلطة مستقلة من ناحية المالية والإدارية والقضائية. غير أننا نجد أنه من الناحية التشريعية نجد بأن القانون الذي يعالج هموم السلطة القضائية والذي جاء بنصوص لتنظيم هذه السلطة وبيان هيئاتها واختصاصاتها، نجد بأنه قد اخترق هذا المبدأ الدستوري الذي نص عليه الدستور من أن القضاء سلطة مستقلة ماليا وإداريا وقضائيا. فجاء هذا القانون والمسمى قانون السلطة القضائية جاء بنصوص تهدم هذا المبدأ، بل وتجعل من هذا النص الدستوري نصا ميتا لا فائدة منه، طالما وأن القانون المختص بتنظيم هذه السلطة قد هدم هذا المبدأ ونص على نصوص تشريعية واردة فيه تعطي اختصاصات قانونية لسلطات أخرى. فعلى سبيل المثال، نص القانون على مبدأ التعيين، فالتعيين يكون بقرار من رئيس الجمهورية، ورئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية في هذه البلاد، هذا من ناحية الأولى. كما نص أيضا على اختصاصات لوزير العدل وهو عضو في السلطة التنفيذية، وهذه الاختصاصات أعطى القانون الاختصاصات لوزير العدل في مواجهة القضاة سواء في المحاكم الابتدائية أو المحاكم الاستئنافية. نستشف من كلامك أن واقع القضاء في اليمن واقع سلبي إلى حد كبير. دعنا ننتقل إلى السؤال الذي يليه، وهو ما هو الهدف من ثورة القضاة في اليمن؟ أعتقد بأن هذا السؤال يرتبط ارتباطا وثيقا بالاستقلالية. القضاة خرجوا للنداء لإصلاح سلطتهم، هذه السلطة التي يعول عليها في إقامة العدل في هذه البلاد، التي يعول عليها أن تكون عادلة وأن تكون قوية وأن تكون منصفة وأن تعطي الحقوق للمظلومين في مواجهة الظالمين. طالما كما قلت لك هذا السؤال يرتبط ارتباطا وثيقا بالاستقلالية للسلطة القضائية، فنعود لنكمل ما بدأنا من أن قانون السلطة القضائية قد منح وزير العدل سلطات نافذة في مواجهة أعضاء السلطة القضائية، بل وصل الحد حتى توجيه العقوبات وتحريك الدعوى التأديبية في مواجهة القضاة وأعضاء السلطة. جمال، دعنا ننتقل إلى سؤال آخر. ما الذي دفع وزير العدل قبل أيام هنا في قناة سهيل قال أن القضاء في اليمن مستقل؟ على أي أساس بنى هذه المعلومة؟ نحن لا نريد أن نواجه شخصا أو أن نجيب على إجابة لشخص قالها، هو أدرى وأعلم وهو قاض له احترامه ومكانته في وسط السلطة القضائية، هو أدرى وأعلم بما أجاب. غير أننا هنا نؤكد على أن هذه الأمور التي أثرناها ليست خفية على أحد، ولا أحد يستطيع أن ينكرها، سواء كان وزيرا أو رئيسا لمجلس القضاء أو أحد أعضاء السلطة القضائية، بل ومن غير السلطة القضائية، سواء إذا كان رجل قانون لا يستطيع أن ينكر ما نثيره من وجود نصوص تشريعية تعطي لغير أعضاء السلطة القضائية تدخلات في السلطة. هذه التدخلات التشريعية التي منحها التشريع لغير أعضاء السلطة القضائية ولغير السلطة القضائية ومنحها لسلطات أخرى تأتي بالإعاقة لتحقيق العدالة في المجتمع.
فعلى سبيل المثال حقوق القضاة ومرتباتهم وترقياتهم مرتبطة ارتباطا وثيقا على وزير العدل بناء على عرض منه إما أن يقدمه لمجلس القضاء أو لرئيس الجمهورية. فهذا العرض فيما يتعلق بالترقيات، فيما يتعلق بالأجور والمرتبات، نص قانون السلطة القضائية على أن الحقوق والمرتبات يصدر بها قرار من رئيس الوزراء. هذا الاختصاص الذي منح لرئيس مجلس الوزراء بأي حق يعطى هذا؟ هذا يخالف المبدأ الدستوري الذي نص بأن القضاء سلطة مالية مستقلة ماليا وإداريا وقضائيا، فكيف يعطى هذا الحق لرئيس مجلس الوزراء أن يحدد أجرا للقاضي أو أن يرى أن هذا الأجر يكفي أو لا يكفي؟ لا، هذا تدخل واضح وخرق للمبدأ الدستوري الذي يقضي بأن القضاء سلطة مستقلة. على كل حال، هذه الاختصاصات التي منحت لسلطات أخرى هي قد تعيق العدالة. ما أثاره وزير العدل هنا كما قلت هذا الأمر يعود لك طالما وقد نقلت الحديث عنه. نعم. غير أني أجيب بأن يمكن للوزير أنه قصد بأن القاضي مستقل بذاته، بمعنى من حيث إبداء الرأي في القضية التي تنظر أمامه، وهذا نحن لا نخالف الوزير من حيث أن الدستور قد نص بأن القضاء سلطة مستقلة ماليا وإداريا وقضائيا، وهنا يفسر هذا النص بقضائيا بأن القاضي مستقل لا سلطان عليه، فهو مالك قراره لا أحد يستطيع أن يعقب عليه. لكننا نؤكد بأن طالما وأن القاضي قد ربط رزقه وكفايته وربط مستقبله وحاضره على سلطة أخرى وعلى إرادة أخرى، هنا يمكن أن يتأثر القاضي، يمكن أن يتأثر القاضي، بل ووضع القضاء في اليمن أصبح مريرا، أصبح وضع القضاء في اليمن مريرا جدا، وذلك لوجود التدخلات من كافة يعني من السلطات الأخرى. وهنا نقدم لكم وثيقة تؤكد هذه التدخلات. محافظ محافظة ما في تاريخ 3/2012 وجه مذكرة إلى رئيس محكمة الاستئناف في محافظة ما، يخاطب فيه رئيس المحكمة ويقول: وعليه نأمل منكم التوجيه إلى المحاكم باستمرار جلسات المحاكمة والبت في القضايا المنظورة أمامها. رئيس المجلس المحلي محافظ المحافظة. مثل هذا التوجيه، نعم، هذا التوجيه يعد تدخلا من رئيس السلطة من ممثل السلطة المحلية في هذه المحافظة. ما هي أبرز السلبيات التي تعاني منها السلطة القضائية في اليمن؟ أبرز السلبيات. السلبيات التي تعاني منها السلطة القضائية، أعتقد أن أهم أمر هو عدم استقلاليتها. هذا أهم أمر، أن القضاء ليس مستقلا حقيقة. نص عليه الدستور في مبدأ دستوري دولي، غير أن التشريع والقانون الذي يطبق لم يعكس هذا الاستقلال، وهذا ما وكل السلبيات التي أثرت على القضاء في المرحلة السابقة نتيجة لعدم الاستقلالية الكاملة للسلطة القضائية. نعم. ما هي الرؤية المفترض تطبيقها بخصوص هيكلة القضاء أو السلطة القضائية في المرحلة المقبلة؟ هل تملكون أنتم رؤية جديدة مغايرة لما هي عليه الآن؟ فيما يتعلق بهيكلة السلطة القضائية، أعتقد أن أهم أمر ينبغي أن يكون له هيكلة واضحة هو مجلس القضاء الأعلى، على اعتبار أن تكون وزارة العدل الموجودة في السلطة القضائية، وأن تكون
سلطة أن تكون وزارة لإدارة شؤون الشؤون الإدارية لموظفي السلطة القضائية وبقية الأعمال المرتبطة بالقضاء، وأن يحد من سلطاتها، وأن في مواجهة اختصاص في مواجهة القضاة. أود أن تكون وزارة العدل هي مثلها مثل أن يكون وزير العدل وزير العدل وزير الدولة لشؤون العدل، مثله مثل الوزير الذي يربط بين مجلس النواب ومجلس وبين مجلس النواب والسلطة التنفيذية، والمسمى وزير الدولة لشؤون مجلس النواب والشورى أو لشؤون مجلس الدولة وهكذا. بمعنى تحد من سلطات هذا الوزير أو الوزارة، وأن يظل لها الإشراف لموظفي السلطة القضائية والأعمال المرتبطة بها مثل الطب الشرعي والأعمال المرتبطة بالقضاء. إضافة إلى أن يعاد النظر في مسألة التعيين لأعضاء مجلس القضاء الأعلى، وأن يترك الأمر لأن ينتخب القضاة ممثليهم في هذا المجلس بشروط معينة. نعم، ما هي المعايير التي يجب أن تتوفر في أعضاء مجلس القضاء الأعلى؟ هذا أنا لا أستطيع أن أحدد معيارا معينا، على اعتبار أني فرد أو جزء من هذه السلطة، ولا أستطيع أن أحدد معايير لأعضاء هذه السلطة. فأعضاء السلطة هم إذا ترك لهم الأمر في تعديل قانون السلطة القضائية هم سيضعون المعايير التي يرونها مناسبة في من يترشح لمجلس القضاء الأعلى من القضاة. غير أني كرأي شخصي لي أود أن أبين بأنه كوجهة نظر شخصية ليس إلا أن يكون عضو مجلس القضاء الأعلى من القضاة الأكفاء ذي الأقدمية في التعيين. نعم، سيد جمال، دعنا الآن نذهب إلى اتصال هاتفي، ومعنا عبر الهاتف المحامي فيصل المجيدي. فيصل، مساء الخير. مساء النور أخي العزيز، وأشكركم على الاهتمام بالقضاء، وأيضا أرحب بالقاضي جمال وبك شخصيا أخي الفاضل. نعم أستاذ فيصل، أنت رئيس مركز إسناد لتعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون، برأيك ما هي أبرز السلبيات التي يعاني منها القضاء اليمني أو السلطة القضائية في اليمن؟ نعم أخي العزيز، بداية أكرر شكري لقناة سهيل على الاهتمام الكبير بموضوع السلطة القضائية، وإن شاء الله في قادم الأيام سيكون الاهتمام أكبر. كون الإعلام هو الذي يعبر عن هموم الناس في كون السلطة القضائية تظل هي ملجأ الضعفاء وأيضا الحسن الحصين بالحقوق والحريات. بما يتعلق أخي الفاضل بالسلبيات التي يعاني منها القضاء، هي سلبيات كثيرة سواء على مستوى التشريع وسواء على مستوى الواقع. هناك عدة إشكاليات ينبغي التصدي لها والعمل على حلها. ما حدث في هذه الأيام نستطيع أن نسميها ثورة انتفاضة تهم كل يمني، تهم السياسي، تظل ضرورة حقيقية لإيجاد سلطة لا تقل هيبة عن بقية السلطات في المعمورة. لدينا كوادر عظيمة في القضاء اليمني وهم يتطلعون إلى مزيد من الاهتمام. ينبغي أن نعطي هذه السلطة القضائية كامل الحقوق وأن تعطى أول ذلك حقها في ترتيب أمورها بذاتها. نتفق على الصيغة سواء كانت عبر الترشيح من القضاة أنفسهم أو عبر الانتخابات. ما يحدث الآن على مثلا على أرض الواقع وجود هيمنة حقيقية من السلطة التنفيذية، بل وكان في السابق وربما لا تزال إلى الآن هيمنة أمنية كبيرة على القضاة. لا يترك لهم الحرية الكاملة في
سواء على المستوى الإداري، على المستوى الفني، على المستوى القضائي. هناك إشكالية في الجانب المالي، لا يزال القاضي محروم من تنظيم هذه الأمور بنفسه، بل الحماية لا يجدها القاضي كي يستطيع أن يحكم وهو بذات القوة، حتى فيما يتعلق بالترقيات، فيما يتعلق بالنقل، فيما يتعلق بجوانب أخرى بإعطاء القاضي ما يكفيه من المعيشة بما يليق به كقاض. نعم. نحتاج إلى الإجراءات الحقيقية حتى نحظى بقضاء قوي، تبدأ أولا من تعديل مواد الدستور بما يتفق مع نص المادة 149 التي أعطت الاستقلالية الكاملة للقضاء من ناحية قضائية، من ناحية مالية، من ناحية إدارية. هناك إشكالية تبدأ من تبعية التفتيش القضائي لوزير العدل. لدينا إشكالية في كون قانون السلطة القضائية أعطى كثير من الجوانب الإدارية لوزير العدل، بإمكانه وربما قد ذكر بعضا من ذلك القاضي جمال، بإمكانه توجيه إنذار، بإمكانه توجيه تنبيه، بإمكانه تعيين مساعدي القضاء ومساعدي النيابة. هذه الإجراءات الإدارية تؤثر على الاستقلالية. لا يمكنني الحديث عن استقلالية والقابل مهدد، سواء من ناحية الترقية، سواء من ناحية النقل، بل وحتى الجوانب المالية. إذا أردت أن أنقل مثلا نيابة قاضي أو عضو نيابة إلى جهة، أحتاج إلى توقيع وزير العدل ورئيس مجلس الوزراء وربما رئيس الجمهورية. هذه إشكالية كبيرة. ما يتعلق بالحصانات، يستطيع مجلس القضاء أن يرفع الحصانة على القاضي ربما خلال ربع ساعة، وربما بمجرد اتصال تلفوني كما حصل مع قضاة سابقين، في حين انه مثلا اذا اردت ان اقدم وزير او نائب وزير احتاج الى ثلثي اعضاء مجلس النواب لكي يقوموا باصدار قرار السلام. طبعا واصدار مثل هذا القرار هو قرار قضائي بحت، لكن التشريع اعطاه لمجلس النواب، وذلك في اختصاصات القضاء. نعم أستاذ فيصل. نعم. برأيك ما هي أسرع الطرق لتحقيق قضاء مستقل في اليمن؟ أسرع الطرق هي ما حقيقة ما بدأ به الآن، وإن كان غير كاف، من إزالة بعض أعضاء المجلس الذين كانوا كانت لهم ربما بعض الارتباطات الأمنية. ينبغي أن يتم استشارة التعيينات فيما يتعلق بتشكيل مجلس القضاء الأعلى بالهيئات، وعلى رأس ذلك المنتديات القضائية. ينبغي إجراء تعديلات واسعة سواء في الدستور بإزالة المواد التي تجعل الاختصاصات أو تسحب بعض الاختصاصات من القضاء وإعادتها إليهم، وثم بعد ذلك يتم تعديل قانون السلطة القضائية بحيث يمنح كل ما يتعلق بالسلطة القضائية سواء من ناحية إدارية أو مالية للقضاء. ينبغي الفصل بين الرئاسة الآن الممنوحة لرئيس مجلس القضاء الأعلى، فهو رئيس المنتدى القضائي وهو رئيس المحكمة العليا وهو رئيس المحكمة الدستورية، والأدهى من ذلك والأنظر أنه رئيس. نعم الأستاذ فيصل مجيدي، رئيس مركز إسناد لتعزيز استقلال القضاء، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات وعلى هذه الإيضاحات. وأعود إلى ضيفاي هنا في الاستوديو، القاضي عبد الكريم الحبوب الذي القاضي عبد الكريم محبوب الذي انضم الينا اثناء الحلقه، رئيس الرابطه القضائيه. مرحبا بك استاذ عبد الكريم. اهلا وسهلا. كما ارحب من جديد بضيفي القاضي جمال الفهيدي. انتقل اليك استاذ، ما هو مصير جنرالات القضاء؟ هناك ضباط كبار يعملون قضاه في السلك القضائي في اليمن، ما هو مصيرهم ان حدث هناك تغيير في السلك القضائي؟ والله أنا في رأيي هذا لا يهمنا إن مصيرهم، مصيره أن يعود إلى وحدته ويتركى في الوحدة التي يتبعها. إحنا كقضاة يجب أن تكون قيادتنا من داخل السلطة القضائية، ناس يحملون
الجنسية القضائية، الانتماء إلى هذا القضاء، حتى يشعر بمشاكل القضاء، بأهمية القضاء. أما إن أنا أستورد ناس من خارج السلطة القضائية ليترأسوا أو يتولوا قيادة هذا الجهاز الهام، هذا يسبب فشل ذريع لهذه السلطة. أولا هذا سيسبب إحباط لدى القضاء عندما يفني عمره في هذه السلطة ويعطي كل وقته وكل جهده لهذا العمل الهام القضائي، ثم يأتي أحد من خارج هذه السلطة ويتولى قيادة أو المناصب القيادية، هذا ظلم، وهذا يسبب إحباط للقاضي ولا يمكن أن يبدأ، لأنه يشعر بأنه سيظل يكدح في الدرجات الدنيا، وسيأتي من بقلب بارد يتولى هذه القيادة الهامة ويترأسه ويحصل على مزايا المعنوية والمادية لهذه المناصب القيادية. فيجب أن يكون القضاء، إذا أردنا فعلا أن نبني دولة مدنية، لا يمكن أن تبنى هذه الدولة إلا بقضاء مستقل قوي. فإذا أردنا فعلا قضاء مستقل، لابد أن يكون أبناؤه هم الذين يتولون قيادة هذه السلطة. نعم، لكن الوزير قال في وقت سابق في حلقة في برنامج بصراحة، قال هؤلاء الجنرالات درسوا القضاء وخرجوا قضاة. يعني أخي أين المشكلة؟ أين درسوا القضاء؟ معهم شهادات. طيب، احنا يشترط في القاضي أن يكون خريج معهد العالي للقضاء، أن يكون من أبناء السلطة القضائية، ليس أي شخص قد أخذ مثلا لسانس شريعة أو قانون ومبرر له أن يأتي إلى المناصب القيادية في السلطة القضائية. هناك شروط، وهناك لازم أن يكون شروط الأقدمية، الكفاءة، لابد هذه. فهذا لا يمكن له أن يتدرج في هذه في السلم القضائي حتى يصل إلى أعلى سلطة. نعم، دعني أنتقل إلى القاضي جمال الفهيدي.